مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في يوم جديد لبرنامج من الامارات. حياكم الله مشاهدينا، دائما معنا على شاشه الشارقه الرياضيه وبالتحديد من الامارات، والبدايه ستكون مع العناوين. محمد بن زايد يستقبل اللجنه العليا ومنظمي الاولمبياد الخاص. هيئة الرياضة تباشر إجراءاتها التقييمية للمنشآت الرياضية. فرسان دبي أبطال لكأس الإمارات. لاعب المنتخب البرتغالي يساهمون في حملة مساعدة ضحايا إعصار إيداي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللجنة العليا والمنظمين للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبو ظبي 2019. وأشاد سموه خلال استقباله الوفود في مجلس قصر البحر بمنظومة الجهود الاستثنائية التي بذلتها اللجنة العليا والمنظمون والمتطوعون من داخل الدولة وخارجها والشركاء والداعمون، الذي جسد الوجه الحضاري لدولة الإمارات ومكانتها في تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث العالمية وفق أرقى المعايير الدولية. يمكن محمد كان الحدث فريد من نوعه هنا في أرض دولة الإمارات الحبيبة، صورة راقية لتنظيم استثنائي في هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة، أكثر من 7000 رياضي. الجميل أننا لم نشهد حتى حالة واحدة من الأخطاء اللي تحصل دائما في مثل هذه المناسبات الكبيرة. صحيح زميلي أبو طلال، كان هذا التحدي كبير، تحديات كبيرة شهدتها الدورة، ومنها أيضا النقل والجانب الطبي، وبحمد الله تكللت جميع الجهود بالنجاح، وعكس الدور الحضاري ومكانة دولة الإمارات في مقدرتها على استضافة كافة الأحداث الرياضية بشتى أنواعها وفق أعلى معايير السلامة العالمية، وفق أيضا هذه البطولة أيضا زميلي أبو طلال سوف تبقى عالقة في أذهان الجميع من منظمين ومن وفود وحتى أيضا متابعين وأيضا من نقلوا الصورة. أيضا شكلت حالة إبهار استثنائية لكل من شاهد أو حضر منافسات هذه البطولة. الدعم اللي كان خلال قبل البطولة وخلال البطولة من قبل كل القيادة السياسية في دولة الإمارات أعطى هذا الحدث بعد آخر وحافز كبير، واليوم استقبالهم هي دلالة بالطبع على الجهود الكبيرة وأيضا تكريم للجهود اللي قدموها خلال هذه البطولة. تخيل محمد أكثر من 21,000 متطوع في هذه البطولة، تخيل الكادر الطبي الكبير اللي تم توفيره لزوار هذا الحدث الكبير ولكل الوفود التي قدمت من مختلف أنحاء العالم، تخيل أكثر من 200 دولة كانت حاضرة هنا في أرض دولة الإمارات، كله يصب لصالح السمعة الكبيرة اللي والمكان الكبير اللي تحظى فيها دولة الإمارات في من خلال استضافتها لمثل هذه الأحداث الكبيرة، خصوصا الأحداث هذه اللي لها جانب غير رياضي حتى جانب إنساني كبير في تمكين هذه الفئة، في دمجهم في المجتمع، في تقديم تسهيلات كثيرة، سواء البرامج حتى المصاحبة محمد لهذه
التظاهرة الرياضية كانت جميلة جدا، سواء من برنامج المدن المستضيفة أو حتى من الدورات والندوات اللي أقيمت على هامش البطولة. نعم زميلي خالد، جهود استثنائية وأيضا استحقوا هذا الاستقبال الاستثنائي من سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان. سريعا ننتقل إلى محور آخر، حيث شكلت الهيئة العامة للرياضة فرق عمل خاصة لتفقد المنشآت الرياضية امتثالا لتوجيهات صاحب السمو شيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفاظا على أمن وسلامة أبنائها وبالتنسيق مع جهات الاختصاص. وزار الفريق المكلف من الهيئة ملاعب اتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك للوقوف على حيثيات تعرض لاعب كرة القدم في نادي الجزيرة أحمد ربيع لإصابة بعد اصطدامه بعمود الإنارة خلال لقاء ودي لفريقه الجزيرة مع الإمارات، والاستيضاح بشأن عدم توفير وتطبيق الصيانة ومعايير الأمن والسلامة في منشآت الاتحاد. كما توجه الفريق بقيادة الأمين العام إلى مستشفى راشد في دبي لزيارة اللاعب والاطمئنان على صحته. زميلي خالد، قبل أن نبدأ النقاش حول هذه الزيارة من الهيئة العامة للرياضة، نطمئن الجمهور الرياضي بأن حالة اللاعب أحمد ربيع مستقرة، وبالأمس غرد إداري نادي الجزيرة أحمد السعيد عبر تويتر أن اللاعب بخير واستطاع أن يمشي بعد تعرضه لهذه الوعكة الصحية، ونتحمد له ولأسرته بالسلامة. وأيضا الشارع الرياضي استقبل هذا الخبر بكل فرح وسعادة. نعم يمكن محمد، كان أحمد سعيد إداري فريق الجزيرة كانت له مداخلة خاصة مع قناة الشارقة الرياضية، تحدث فيها عن عودة اللاعب إلى الملاعب مجددا بعد 3 أسابيع، وإلى الحمد أنه بدأ يتمثل للشفاء والإصابة كانت بسيطة جدا. لكن الغريب في الموضوع أن إقامة مثل هذه المباريات ليس فقط الملعب، بل أن إعطاء إشارة الانطلاق لمثل هذه المباريات دون وجود سيارة إسعاف للطوارئ بالطبع شكل خطر على كل اللاعبين المشاركين في المباراة. نتمنى أن لا تتكرر مثل هذه الحوادث، نتمنى من هذه اللجنة أنها لا تقتصر فقط على منشآت اتحاد الكرة في زياراتها للوقوف على احتياجات وطلبات هذه الملاعب، بل زيارة كل الملاعب وخصوصا ملاعب الدرجة الأولى. شاهدنا يمكن من خلال زياراتنا وتغطياتنا محمد في دوري الدرجة الأولى أيضا هناك ملاعب أخرى بحاجة لأن يتم على أقل تقدير صيانتها أو حتى توفير اشتراطات السلامة فيها. نعم زميلي خالد، دولة الإمارات دائما حريصة على أبنائها في شتى المجالات. صحيح هذا حادث وقدر الله ما شاء فعل، لكن فتح لنا أبواب جديدة، وأيضا حتى نتدارك بعض الأخطاء الموجودة هنا في رياضتنا حتى لا نرى مثل هذه الأحداث مستقبلا. أتمنى أن لا تتكرر مستقبلا. في جانب آخر مشاهدينا، يخوض منتخبنا الوطني الأول اليوم مباراة ودية أمام شقيقه المنتخب السوري باستاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة، وتأتي المباراة مع ختام معسكر الأبيض استعدادا لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023. لاستغلال فترة الفيفا داي ولضمان الارتقاء بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي نحتل فيه المركز 67 عالميا، يخوض منتخبنا الوطني الأول ثاني مواجهات الودية خلال أسبوع عندما يلتقي نظيره السوري باستاد محمد بن زايد في ختام التجمع الأول بعد الخروج المرير من كأس آسيا. المعسكر الإعدادي يعتبر محطة مهمة للرجال الأبيض وطاقمه الفني قبيل خوض التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل
وستسحب قرعتها يوم 17 من أبريل بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. منتخبنا في أولى مباريات الودية في تجمعه بالعاصمة أبوظبي كان قد التقى شقيقه السعودي ونجح في التغلب عليه بهدفين مقابل هدف. قائمة الأبيض تشهد تواجد العديد من الأسماء الشابة التي يعول عليها الكثير في مسيرته القادمة بمختلف الاستحقاقات. اتحاد الكرة بعد التعاقد مع المدرب الهولندي المحنك فان مارفيك يسعى لكتابة بداية جديدة ومبشرة لمنتخب أحزن الجميع في كأس آسيا وقبلها الفشل في بلوغ أقوى البطولات الكروية كأس العالم الأخيرة في روسيا. الآمال كبيرة والطموحات سقفها لم يحدد، لكن نتمنى على أرض الواقع ألا نخيب مجددا مع هذا المنتخب. يمكن محمد الصدمة اللي تلقاها الشارع الرياضي بعد تعثر منتخبنا الوطني، ورغم بلوغ المربع الذهبي واللي يرى أكثر المراقبين بأنه كان بالإمكان أفضل مما كان، اليوم فرصة جديدة لمصالحة الجماهير من خلال تصفيات كأس العالم 2022. بالتأكيد مرحلة جديدة، وأيضا نحن في الشارع الرياضي نتفائل بهذه المرحلة بقيادة مارفك. المنتخب يخوض ثاني ودية له تحت قيادة المدرب المواطن سليم عبد الرحمن بعد أن فاز في المباراة الأولى على السعودية بنتيجة 2-1، وأيضا سوف يخوض هذه المواجهة الثانية ضد شقيقها المنتخب السوري. نعم، عموما أداء المنتخب الإماراتي كان في مواجهة السعودية كان مطمئن نوعا ما ومبشر، خصوصا الأسماء الجديدة، والكل كان يصر بأن منتخبنا الوطني بحاجة للتجانس خلال الفترة القادمة. نتمنى من أن يتمكن بيرت فان ماربك مدرب منتخبنا الوطني واللي راح يتولى المهمة بالتحديد بعد هذه المباراة مباشرة، نتمنى أن يقدر يخلق توليفة جديدة، نشاهد أسماء، تجانس، أداء جميل جدا للأبيض، على الأقل أن يستعيد منتخبنا الوطني صورته المعهودة. الأخبار كانت تدعو للتفاؤل من داخل معسكر منتخبنا الوطني بأن هذا المدرب دائما ما يترك بصمة مع المنتخبات اللي يدربها، لذلك نتمنى أن يوصل لتشكيلة وتوليفة جميلة للأبيض. بالتأكيد بطلال، غياب لاعبي الوحدة وشباب الأهلي عن معسكر الأبيض ساهم في ظهور لاعبين جدد في صفوف المنتخب، والجميل أنها كانت تحت أنظار مارفك الذي سوف يتعرف عن كثب على هؤلاء اللاعبين وأيضا باقي زملائهم من خلال متابعته أيضا للدوري. أكيد. ومن أخبار المنتخب الأول إلى جديد، منتخبنا الأولمبي الذي يواجه شقيقه السعودي مساء اليوم في ختام لقاءات المجموعة الرابعة من تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. ويدخل الأبيض اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل لحسم بطاقة التأهل إلى النهائيات التي ستقام في تايلاند في يناير من العام المقبل. من جانبه ينتاب مدرب المنتخب الأولمبي البولندي ماسيج سكورزا حالة من التفاؤل عشية مواجهة السعودية، على الرغم من صعوبة المواجهة وحاجة المنافس للنقاط الثلاث للتأهل، وهو ما أكده المدرب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة. بطلال، المنتخب في الجولتين الأولى والثانية حقق فوزين، الأول على المنتخب اللبناني والثاني على المالديف. النتيجة الأولى كانت 6-1 والنتيجة الثانية كانت 3-0. سجل 9 أهداف واستقبل هدف وحيد، لكن المواجهة الثالثة سوف تكون هي الحاسمة، خاصة أنت تلعب مع السعودية
على أرضه وبين جماهيره، وهو المنافس الذي ينافسك على البطاقة الوحيدة المؤهلة في هذه المجموعة. نعم، عموما قدم المنتخب الأولمبي نفسه بصورة جيدة من خلال هذه التصفيات. أغلب المراقبين يرون وحتى المتابعين الشارع الرياضي يتفاءل بمستقبل الكرة الإماراتية قياسا على المواهب الموجودة في هذا المنتخب بالتحديد. نحن ننظر لما هو أبعد حتى من تصفيات أو حتى نهائيات كأس آسيا في تايلاند، نبحث عن التواجد بشكل مباشر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد التواجد الوحيد لنا في هذه المناسبة الرياضية الكبيرة في أولمبياد لندن. نتمنى أن يتمكن هذا الجيل من إعادة أمجاد جيل مر على الكرة الإماراتية عام 2012. صحيح زميلي خالد، وأيضا نتمنى أن نشاهد هذه الوجوه الشابة وهذه المواهب في المنتخب الأول أيضا، ويصلوا إلى المنتخب الأول ويواصلوا مسيرة العطاء، وأيضا يحققوا آمال الجمهور الرياضي بعد حالة طويلة من عدم التفاؤل. ظهرنا الجيل بهذا الأداء المميز، متفائلين خير بإذن الله فيهم. في جانب آخر، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اختتام منافسات النسخة الأولى من بطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم. البطولة نظمت من قبل الموارد البشرية المركزية بحكومة عجمان، وانتهت بفوز فريق دائرة البلدية والتخطيط بلقب النسخة الأولى للبطولة. لتحقيق أهداف مجتمعية سامية من خلال نشر الروح الرياضية بين موظفي الإمارة، جاءت النسخة الأولى لبطولة عجمان للدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي. البطولة اختتمت في مركز كواترو الرياضية، ونظمتها الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان. نشوف احنا في البداية مسألة وجود 12 فريق من الدوائر الحكومية اللي هي تبع إمارة عجمان ما كانت مسألة بسيطة. اليوم لو نحسب نحن الدوائر والمؤسسات الحكومية الموجودة على مستوى الإمارة يعني ما حدود 20 إلى 25 فريق، فلو نقول احنا جبنا 12 اللي هو حدود تقريبا 50% من الفرق، هذا شيء نعتبر نحن إيجابي وجدا إنجاز طيب يكون بالنسبة لنا. كان طبعا وصول فريق دائرة البلدية والتخطيط إلى النهائي يأتي من لا يأتي من فراغ، يأتي من جهد وعمل، والحمد لله الشباب يتمرنون ويلعبون وعندنا عناصر ممتازة في الدائرة، وما قلل بعد من فريق القيادة العامة لشرطة عجمان، فريق ممتاز بس الحمد لله، وإن شاء الله إن شاء الله كل مجتهد نصيب، وإن شاء الله ناخذ البطولة إن شاء الله. وتسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس نادي عجمان لكرة القدم كأس البطولة بحضور اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان بعد المباراة النهائية التي فاز فيها فريق البلدية على القيادة العامة لشرطة عجمان بركلات الترجيح 3-2 إثر التعادل في الوقت الأصلي من دون أهداف. سجل للبلدية عبد الكريم جميل ونوفل الطاهي أدهم حسن، فيما سجل القيادة العامة ديوب ومبارك سالم. يمكن طموح أي فريق اليوم يشارك في البطولة طموح المركز الأول، ما في فريق يدخل أي بطولة ويقول أنا هدفي أن أنا أطلع الثالث ولا أطلع الرابع، طبيعي الكل يلعب على المركز الأول، لكن اليوم مشاركتنا أخواننا في الدوائر الحكومية والمؤسسات هذا بحد ذاته نجاح وفوز كبير بالنسبة لنا. توجه قيادتنا في الإدارة العامة للدفاع المدني أن اليوم مثل الإدارة خير تمثيل بكل طرق المتاحة، يعني اليوم نحن كفريق نعتبر مشاركتنا ناجحة، كنا من 3 أفضل مؤسسات حكومية على مستوى الإمارة، جائزة الهداف من عندنا، جائزة إن شاء الله أفضل لاعب من اختيار الجماهير بتكون إن شاء الله من عندنا، يعني نعتبرها مشاركة إيجابية نستعد فيها إن شاء الله للمشاركات الجاية. وقلت لك هدفنا الرئيسي كان هو التعارف ما بين المؤسسات الحكومية. تابعنا مجريات هذه البطولة من بداية انطلاقها حتى هذا اليوم في حفل الختام، بطولة ناجحة في كل المقاييس والمعايير، نتمنى لهم التوفيق دائما وأبدا، وإن شاء الله نشوف هذه البطولة تتكرر السنوات في ظل دعم كبير من سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، لهم كل الشكر والتقدير وجميع المنظمين على هذه الجهود
اللي جميعنا نقدرها ونثمنها، فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. هذا وأقامت اللجنة المنظمة حفل ختام رائع تنوعت فيه الفقرات الشيقة، واحتفل أنصار فريق البلدية بالفوز وسط الألعاب النارية وأضواء الليزر التي زينت الملعب عقب مراسم التتويج. مثل هذه البطولات محمد تعزز بين التواصل بين الموظفين في مختلف الدورات والهيئات والمؤسسات داخل الإمارة، أيضا تعزز روح التآلف بين الجميع بين المسؤول وبين الموظف. جميلة جدا أهدافها. صحيح أهدافها سامية وتتعدى كون المنافسة على المراكز الأولى، كما شاهدنا لقطات جميلة عشناها في التقرير، وأيضا نلاحظ حرص مختلف الإمارات على تنظيم مثل هذه البطولات وأيضا في مختلف الألعاب لزيادة الترابط بين الموظفين وحتى أيضا فرصة التعارف على باقي الجهات الحكومية. ومن كرة القدم نذهب إلى الشطرنج، حيث شهدت الجولة الثالثة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية الثالثة للشطرنج منافسات قوية بين المشاركين. البطولة العالمية التي تقام في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج دخلت مرحلة الحسم، تفاصيل وأوفى في سياق التقرير التالي. في عاصمة الشطرنج العربية في الإمارة الباسمة، الجميع تأهب للانطلاقة، واللقاءات جاءت على طاولات البطولة نارية. بطولة الشارقة ماسترز الدولية الثالثة للشطرنج والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت منافساتها بين الأساتذة الدوليين المشاركين في هذا التجمع الذي يعتبر واحدا من أقوى تجمعات اللعبة في المنطقة. مشاركة 180 لاعبا ولاعبة يمثلون 32 دولة يتنافسون على جوائز البطولة البالغة 60,000 دولار، من بينهم 115 لاعبا ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية، سواء الأساتذة الدوليين الكبار والأساتذة الدوليين وأساتذة الاتحاد الدولي، أعطت طابعا من الإثارة الكبيرة للحدث. بدورها أسفرت أهم نتائج الجولة الثالثة لبطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج عن فوز الأستاذ الدولي الكبير الفيتنامي لي كوانغ، وتغلب الأستاذ الدولي الكبير الروسي إينار كييف أرنستو على الأستاذ الدولي الأسترالي تيمور كيبوكاروف. محمد، يمكن هاي واحدة من البطولات العديدة اللي تستضيفها إمارة الشارقة، فيها مشاركة واسعة من جانب نخبة لاعبي الشطرنج على مستوى العالم. افتقدنا في هذه البطولة تواجد الأستاذ الدولي سالم عبد الرحمن بطلنا الإماراتي. بالتأكيد خالد، تواصل الأحداث الرياضية هنا في الإمارة الباسمة يعطيها زخم كبير على الساحة الرياضية المحلية وأيضا العالمية، خاصة في ظل امتلاك الشارقة واحد من أكبر أندية العالم في الشطرنج، وأيضا في ظل الاهتمام المباشر من القيادة الرشيدة بمختلف الألعاب وأيضا الرياضات. تحظى لعبة الشطرنج عموما محمد بمكانة كبيرة في إمارة الشارقة، نحن نملك المركز أو المقر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط لهذه اللعبة. لنا حديث عن هذا الموضوع بشكل أكبر، لكن قبل ذلك مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم. استعدي من أجل القادم،
حاولي مرات عديدة، استمري أكثر فأكثر، واصلي التقدم لتصلي إلى الهدف وتحققي النجاحات. في رياضة المرأة. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الشارقة وضواحيها. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مجددا ببرنامج من الإمارات بعد هذا الفاصل القصير، ونستكمل أيضا حديثنا عن بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، مشاركة دولية كبيرة. زميلي خالد في هذه البطولة التي نرى أنها تعزز من مكانة الشارقة في هذا المجال. ارتاد دائما محمد إمارة الشارقة على تنظيم مثل هذه الأحداث الكبيرة واللي تستقطب نجوم اللعبة اللي يصرون على التواجد في مثل هذا المحفل الكبير. عموما عندنا رسالة يومية تصدر عن هذه البطولة لتغطية كل المنافسات، خصوصا مرحلة الحسم باتت قريبة للتعرف على بطل هذه النسخة. محمد، الحديث أكثر حول بطولة شارقة ماسترز الدولية للشطرنج ينضم إلينا عبر الهاتف طلال الزعابي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة. مرحبا بك أستاذ طلال. يا مرحب، الله يحييكم. يا أهلا وسهلا بك. بطولة كبيرة يشارك فيها لاعبين دوليين، بدأت بالوصول لمرحلة الحسم، أجواء هذه البطولة كيف تراها؟
والله المنافسة تشتد، وأول شيء أشكركم طبعا على هذا الاتصال وتغطيتكم. بالأمس انتهت الجولة الرابعة والمنافسة شديدة جدا، ومثل ما تعرفون يعني هذه واحدة من أقوى البطولات المفتوحة في العالم للشطرنج. عندنا تقريبا 15 لاعب ممن سبق أن حصل على بطولة العالم، وعندنا أبطال قارات تقريبا عندنا من 31 دولة، منهم 30 دولة أبطالهم اللي يلعبون. والحمد لله يعني حتى الآن الأمور طيبة والكل مبسوط وسعيد بالمشاركة. وأمس كان في تصريح لللاعب الفيتنامي هذا بطل العالم للشطرنج الخاطف، يقول أنا سحرتني هذه المدينة وما شاء الله معجب جدا بكل شيء فيها، من حسن الاستقبال ابتداء من المطار إلى كرم الضيافة إلى الفندق إلى أهل البلد الطيبين يعني. والحمد لله يقول أنا إن شاء الله كل سنة يأيونكم. نعم هذا يعكس أصالة ابن الإمارات سطلال. سطلال حدثنا عن لاعبي الإمارات ولاعبات الإمارات الذين يشاركون بأعداد كبيرة في هذا الحدث، كيف هي المشاركة من لاعبي دولة الإمارات في هذه البطولة وما هي حصيلتهم حتى الآن؟ يشارك في البطولة 23 لاعب من الإمارات، تقريبا أفضل 23 لاعب تقريبا في الإمارات يشاركون في هذه البطولة. منتخب الأولمبي اللي لعب في الأولمبياد الماضي وبطولة العرب كلهم مشاركين، البنات أيضا كل لاعبي المنتخب مشاركات، وعندهم عزيمة وإصرار يعني. اليوم روضة السرسال رجعت أبوظبي قدم امتحان وراجعة قبل الجولة، فما شاء الله يعني همتهم وعزيمتهم طيبة. تقريبا يتصدر اللاعبين المواطنين اللي هو الأستاذ الدولي عمر نعمان تقريبا ترتيبه 66 على البطولة حاليا، لكنه يتصدر اللاعبين المواطنين. طبعا هي بطولة قوية جدا يعني بالتأكيد. أي لاعب مواطن إذا يدخل من الأوائل الخمسين يعتبر إنجاز يعني. والحمد لله يعني حتى الآن الأمور طيبة. يتصدر البطولة الروسي إنركييف إرنستو، هذا بطل أوروبا، وايضا هذا كان بيلعب في بطوله اوروبا ولما اتصلنا به لان كان موجود النسخه الماضيه من سيرج ماستر لغى مشاركته وجاء، وامس اول امس في تصريحه قال انا ما اقدر ارفض دعوه لهذه الاماره الجميله واهلها الطيبين. والحمد لله يعني حتى الان المنافسه قويه جدا جدا يعني. نعم سطلال زعابي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الشارقة ماسترز الدولية، شكرا لك على هذه المداخلة، نتمنى لكم كل التوفيق فيما تبقى من أحداث هذه البطولة. شكرا لك، نتمنى التوفيق لكل أبطال الإمارات المشاركين فيها. أيضا نبقى محمد في الشارقة، حيث أكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أنه تم الاتفاق بين النادي والمدرسة الأمريكية للإبداع العلمي في منطقة الخان. هذه الاتفاقية تأتي في إطار نشر رياضات الدفاع عن النفس في مختلف مناطق الإمارة الباسمة. ألعاب قتالية متنوعة وفيها من الإثارة الكثير، اهتمام كبير من الإمارة في هذا الجانب الرياضي الذي يعتبر واسعا ويضم تحت مظلته العديد من الرياضات والفئات والأوزان المختلفة. نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس واستمرارا لنهجه الدائم بنشر الألعاب القتالية في الإمارة وضمان تجهيز شريحة من اللاعبين القادرين على المنافسة الدائمة في مختلف المنافسات القارية والعالمية، واصل حملة الشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات والمدارس وغيرها من القطاعات التي تخدم الهدف الأول للنادي في جلب أكبر عدد من الممارسين. آخر هذه الاتفاقيات تم من خلالها وضع أطر للتعاون وتأسيس شراكة استراتيجية بين النادي والمدرسة الأمريكية للإبداع العلمي. احنا اليوم في هذه الاتفاقية مع مدرسة الإبداع العلمي للتعاون والاتفاق في نشر ثقافات رياضات الدفاع عن النفس وتسهيل هذه العملية التدريبية. ونحن نشكر هذه المدرسة لتعاونها وسرعة استجابتها في مثل هذه التعاون التدريبي القائم على نشر ثقافات رياضات الدفاع عن النفس وفتح الصالات لأهالي هذه المنطقة
وإن شاء الله يعني هذه الاتفاقية تلاقي النور إن شاء الله خلال الأسبوع القادم. ونحن اليوم كنادي شارقة رياضات الدفاع النفس عندنا مثل 4 ألعاب إن شاء الله بيتم التدريب خلال الفترة القادمة مثل الكاراتيه والجودو والجوجستو والتايكواندو، هذه تعتبر الألعاب أولمبية. وإن شاء الله بتكون لعبة الجوجستو إن شاء الله في القريب العاجل على كلام الاتحاد أن تكون إن شاء الله تكون من الألعاب الأولمبية إن شاء الله، ونتأمل ذلك إن شاء الله. خلال اللقاء تم أيضا الاتفاق على الإطار العام للشراكة طويلة الأمد بين النادي والمدرسة، بموجب ذلك يمكن للنادي تعزيز الاستفادة من المنشآت الرياضية الخاصة بواحدة من أهم المنشآت التعليمية في الإمارة لخدمة أبناء المناطق المجاورة لها من خلال فتح مركز تدريب دائم لرياضات الدفاع عن النفس. وبموجب هذا الاتفاق يتم تزويد المدرسة بمدربين ومدربات متخصصين في رياضات الدفاع عن النفس الكاراتي، تايكواندو، جودو والجوجيتسو. قامت المدرسة بتوقيع الاتفاقية مع نادي شارقة الدفاع عن النفس، وقامت بتسهيل نشر هذه الثقافة في المجتمع. سنقوم بتوفير مكان واسع للنادي ليقوم بعقد دورات تدريبية للطلاب في 4 رياضات، رياضة التايكواندو، الجودو، الكاراتيه والجوجيتسو. لاقت هذه الاتفاقية أقبالا كثيرة من طلابنا، فخلال يومين تم ملء النوادي بالكامل، وسيكون هناك إتاحة لفتح المدرسة خلال أيام السبت وبعد أوقات الدوام الرسمي تحت إشراف المدرسة لتسهيل عمل المدربين في هذا النادي. اتفاقية جديدة لنادي الشارقة رياضات الدفاع عن النفس تفتح أيضا آفاق أوسع وأرحب حتى تشمل مدن ومناطق الإمارة، خاصة أنهم في الفترة الماضية وقعوا مثل هذه الاتفاقيات مع بعض المدارس وحتى أيضا مع بلدية الشارقة التي تفتح أبواب الحدائق لإقامة هذه التمارين في مختلف رياضات الدفاع عن النفس. محمد، يمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس هو النادي الأكثر تميزا في الوصول إلى اللاعبين والبحث عن المواهب والتنقيب عنها، سواء من خلال مبادرات عديدة اللي وصل للحدائق داخل المناطق السكنية، أيضا لداخل المدارس، ويسعى بكل طبعا بجهد كبير في الوصول إلى شريحة كبيرة لممارسة هذه الألعاب اللي دائما ينتظر منها تحقيق نتائج إيجابية. الألعاب الفردية هي طريق بالطبع لتحقيق إنجازات كبيرة وإنجازات أولمبية. يعجبني روح الشباب اللي موجود في مجلس الإدارة، هذا الشباب الطموح لتقديم إضافة على مستوى هذه الرياضات المختلفة، رياضات الدفاع عن النفس، ونوجه لهم التحية هنا من منبر من الإمارات. نتمنى لهم التوفيق في سعيهم الدائم دائما، ونتمنى أن تزداد رقعة هذه الاتفاقيات تشمل مدارس عديدة، والمواهب طبعا اللي يقع على عاتقهم طبعا إبرازها وتقديمها للشارع الرياضي. دعنا ننتقل إلى محور آخر فتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد الهيان ممثل حاكم في منطقة الظفرة. كشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة حمدان بن زايد الظفرة 2019 خلال مؤتمر صحفي عن شعار البطولة والمدن التي ستحتضنها ورعاتها وآلية التسجيل بالنسبة للفرق المشاركة، إضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني إذانا بافتتاح التسجيل بالنسبة للفرق الراغبة في المشاركة. يذكر أن البطولة ستقام لأول مرة بخمس مدن في منطقة الظفرة، وهي المرفأ وغياثي والسلع وجزيرة دلمة ومدينة زايد، وستحظى بجوائز قيمة وعديدة. جميل جدا ان كنا نتحدث عن سعي نادي الشارقه لرياضه الدفاع عن النفس للبحث عن مواهب. من هذه البطوله ايضا اللي هي بطوله حمدان بن زايد
راح تكون فيها ألعاب قوى ورياضات عديدة. أيضا هي فرصة أيضا محمد لاكتشاف مواهب في المنطقة الغربية في منطقة الظفرة بالتحديد. نعم، من خلال متابعتنا للمؤتمر الصحفي نرى أن هذه البطولة سوف تبدأ قوية من خلال أعداد المشاركة وأيضا عدد الألعاب التي سوف تضمها المنافسات، وأيضا حتى من ناحية الجوائز فإن دل على شيء يدل على الاهتمام الكبير من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد هناك في منطقة الظفرة في مختلف مناحي الحياة ومنها أيضا الرياضية. نعم. أوقفت على جانب آخر، أوقفت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي لاعب الوحدة رينالدو دا سيلفا مباراتين وتغريمه 39,000 درهم لدفعه حكم مباراة فريقه أمام شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي والتلفظ عليه بألفاظ نابية. وقررت اللجنة أيضا إيقاف مدرب حراس المرمى 4 مباريات وتغريم كل منهما 8,000 درهم بسبب دخولهم أرض الملعب ومحاولة الاعتداء على حكم المباراة والتلفظ بألفاظ نابية عليه. كما أوقفت لعب الحمرية مايد علي حميد 3 مباريات وتغريم 6,000 درهم لمحاولته الاعتداء على طاقم التحكيم في نهاية المباراة. تصرفات غير مقبولة إطلاقا من جانب أي لاعب حقيقة تكررت في الفترة الأخيرة في عقوبات لجنة الانضباط عبارة إطلاق عبارات نابية بحق التحكيم، وهذا أصلا مرفوض لا نقبله لا في عاداتنا ولا تقاليدنا ولا حتى ديننا أن يتم الإساءة لأي إنسان بهذه الصورة. نعم زميلي خالد، قرارات سليمة نتيجة لتصرفات لا أخلاقية لا نتمنى أن نشاهدها وأن تتكرر مستقبلا في ملعبنا الرياضي. لابد محمد من تعزيز ثقافة تقبل الخسارة لكل اللاعبين. صحيح، وأيضا لابد من وقفة جادة من مختلف الجهات الرياضية. ننتقل إلى خبر آخر، حيث توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي كلباء فريق شباب الأهلي دبي بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات بعد فوزه بالأمس في المباراة النهائية على خورفكان. وبهذه النتيجة يستحق نادي شباب الأهلي لقب هاتريك بطولات بعد تحقيقه خلال أيام قليلة 3 بطولات، بداية من كأس الخليج العربي لكرة القدم ثم دوري السلة وأخيرا كرة الصالات لكرة القدم. للظفر بثالث ألقاب الموسم وأحدث البطولات المحلية رحلنا إلى المنطقة الشرقية وبالتحديد إلى صالة نادي كلباء نهائي النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات، لقاء مرتقب بين خرفكان وشباب الأهلي دبي، فرسان فزاع هذا الموسم لا أحد يقف أمامهم بعد الخسارة في كأس الاتحاد بداية الموسم. رجال المدرب عبد الله عبد الباسط استرجعوا قواهم وأثبتوا بأنهم أقوى فرق الصالات هذا الموسم. أما الخصم الآخر خرفكان فيكفي أنه أخرج الظفرة ووصيف دوري نادب الحصن ومليحة من البطولة. بهذه الحسابات انتظرنا انطلاقة المواجهة الحاسمة. اللقاء الجماهيري شهد في بداية شوطه الأول سيطرة متوازنة على الكرة من كلا الفريقين. شباب الأهلي المرشح الأبرز لنيل اللقب كان الأفضل وسيطر على مجريات اللقاء بعد النصف الثاني، ومن يملك كتيبة مجددة بالنجوم لابد له أن يسجل أولا، وهذا ما حدث بالفعل عندما تقدم فرسان فزاع بهدف سجله هاشم محمد زراعة. هدف تعزيز النتيجة للأحمر العنيد جاء عن طريق النجم الفريق حسين ملالا، لتكون النتيجة النهائية للمواجهة فوز مستحق لشباب الأهلي بهدفين نظيفين وفرحة عارمة بعد صافرة النهاية في لوحة جماهيرية مميزة احتفالا بثاني ألقاب الفريق هذا الموسم.
قبل ما نبدأ أقول أعتقد أن المباراة هذه اليوم مباراة كانت ممتازة رائعة، الفريقين أدوا أداء رائع، بذلوا مجهود، يعني طريقة اللعب كانت وايد دفاعية، لكن في النهاية أكيد فريق بيفوز، وأنا أبارك لفريقنا وأتمنى حظوظ أوفر فريق خورفكان، فريق كان ممتاز حقيقة. الجميل في هذه المباراة الروح الإيجابية من المدرب المواطن أنور الحمادي قائد كتيبة خورفكان، الذي بادر بعد نهاية المباراة بتهنئة لاعبي شباب الأهلي بالفوز قبل تهنئة لاعبيه بالمستوى الكبير. وبسؤالنا له عن هذا الموقف قال: احنا عيال زايد وتربينا على هذه القيم، على المبادئ، احنا تربينا على المبادئ هذه القيم، وهذه اساسا الرياضه ما فيها بس مكسب وخساره وفوز، هذه الرياضه. انت مثل ما تحب تفوز لازم تهني الفريق الثاني على فوزه، هذه اخلاق ابونا زايد. إذن محمد، نهنئ فريق شباب الأهلي لحصوله على ثاني ألقابه في كرة قدم الصالات هذا الموسم بعد خسارته في بداية الموسم كأس الاتحاد، نهائي كأس الاتحاد أمام الظفرة، عاد وتوج بلقب الدوري، واليوم توج بالنسخة الأولى من كأس الإمارات لكرة قدم الصالات. نعم، حصل على بطولتين وأيضا الوصافة في بطولة، وبإمكانه أن يزيد حصيلة من البطولات في البطولة الرابعة المتبقية. أيضا دعني زميلي خالد أتحدث في أجمل مشاهد هذه المباراة بالأمس، بما أني أنا وأنت كنا متواجدين البارحة في هذا النهائي، التصرف الذي قام به المدرب أنور الحمادي من خلال بعد صافرة النهاية مباشرة ذهب ليبارك إلى لاعبي شباب الأهلي والجهاز الفني والإداري، وبعد ذلك ذهب إلى لاعبيه وقال لهم: يجب أن نحيي الجمهور الذي أزرنا طوال المباراة، وبعدها رأيته يشد من أزر لاعبيه بعد ذلك. نعم، هي اعتدنا دائما من أنور الحمادي مدرب فريق خورفكان روحه الرياضية العالية والثقافة اللي كنا نتكلم عنها قبل شوي محمد، هذا احنا نتكلم عن مباراة نهائي في هذه الفترة، نتكلم عن ثقافة تقبل الخسارة من جانب اللاعبين لابد أن تكون حاضرة، وأيضا من الجهاز الفني والإداري. نعم، مشاهد جميلة رأيناها من هذا المدرب، دعني أقول المعلم الفاضل، نحتاج إلى أمثاله في رياضتنا، لأن أنور قدوة حسنة ويعكس المفهوم الصحيح والأهداف السامية من المنافسة في مختلف الرياضات. بالطبع. متواصلون معكم أعزائي المشاهدين، واليوم نعيش حدث تاريخي عالمي بوجود فريق أرسنال أحد أفضل فرق أوروبا ضيفا على النصر الإماراتي في احتفالية استثنائية بمناسبة افتتاح استاد المكتوم الجديد المسمى بالفيروز الأزرق، وأفردت الصحف المحلية مساحات واسعة لتقديم هذه المباراة المرتقبة، ونستعرض معكم ماذا كتبت صحفنا عن هذا اللقاء. والبداية من جريدة البيان التي عنونت: يواجه أرسنال في مباراة احتفالية العميد يعيد كتابة التاريخ في استاد المكتوم الليلة. وفي التفاصيل كتبت العميد والمدفعجية يدشنان استاد المكتوم اليوم، النصر وأرسنال احتفالية تستحضر ذاكرة 43 عاما وبيع 10,000 تذكرة للمباراة. جريدة الاتحاد خصصت صفحتين لتقديم المباراة ووضعت العديد من الإحصائيات والأرقام، وعنونت: احتفالية في تدشين استاد المكتوم، النصر وأرسنال ذكريات الزمن الجميل، العميد والمدفعجية يتنافسان من أجل المتعة الجماهيرية، مواجهة إسبانية بين خوسيه وإمري، والأزرق يستعين بنجوم الدوري. ورصدت الجريدة مسيرة فريق أرسنال وعقدت مقارنة بينه وبين مانشستر سيتي بعد ملكية الإمارات له، وكتبت: توهج البلومون يفتح شهية الجماهير الإنجليزية، عشاق المدفعجية يحلمون بالملكية الإماراتية، محبوب الملكة يعاني
من غياب لقب الدوري منذ 17 عاما. أما جريدة الخليج فعنونت عرس كروي إماراتي إنجليزي بدبي، النصر يواجه أرسنال في احتفالية افتتاح استاد آل مكتوم اليوم، مشاركة متوقعة للاعب الفريق المتواجدين من معسكر المنتخب. أرسنال يختتم جولته في دبي بزيارة مركز راشد، والفيروز الأزرق يتزين لاحتضان الحدث التاريخي. وأخيرا نقرأ عناوين جريدة الإمارات اليوم التي كتبت: فاز ببطولات الدوري مرتين عامي 78 و79 بعد مواجهة المدفعشية عام 76، النصر يستضيف أرسنال في ذكريات السبعينات، ونجم النصر السابق سالم بوشنين يتذكر: طرقت شباك أرسنال وراتبي كان 5000 درهم، وأرسنال السبعينات يختلف عن أرسنال حاليا. هناك خبر آخر نشرته جريدة الخليج، لا شك أنه خبر محزن لكل عشاق الملك الشرجاوي، وهو إصابة نجم خط الوسط الأوزبكي شاكوروف مع منتخب بلاده بالأمس. وقالت الجريدة إن الإصابة عبارة عن كسر في كاحل القدم اليمنى وتتطلب تدخل جراحي، وفي حال إجراء عملية جراحية سيغيب شاكوروف عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 5 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه مع الشارقة. وعن تداعيات إصابة لاعب الجزيرة أحمد ربيع الخطيرة وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن راشد بضمان تواجد عوامل الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية، فقد قرر اتحاد كرة القدم إغلاق الملعب الفرعي الذي شهد واقعة إصابة اللاعب، وبدأت الهيئة العامة للرياضة تشكيل فرق لتفقد المنشآت الرياضية حسب ما ذكرت جريدة الإمارات اليوم التي عنونت: إغلاق ملعب اتحاد الكرة وتعميم عاجل للحكام بضرورة عدم إقامة أي مباراة رسمية أو ودية دون وجود سيارة إسعاف منذ بداية المباراة. مواجهة واعدة تنتظر عشاق اللي يبحثون عن الإثارة، اللي يبحثون عن الندية ما بين النصر وأرسنال في افتتاح استاد آل مكتوم. محمد نعم خالد، مباراة استحقت هذه التغطية الإعلامية في صحفنا المحلية وأيضا الصحف العالمية. المباراة سوف تقام في 5:30 مساء في مناسبة جميلة أتوقع سوف تكون عالقة في أذهان الكثيرين، خاصة أنها سوف تشهد افتتاح هذه التحفة المعمارية الفيروز الأزرق. وقد يكون الانتصار الأول لفريق النصر على هذا الملعب أمام هذا الفريق العريق فريق أرسنال. نعم النصر يبحث عن الفوز والسعادة على هذا الملعب الجديد، ونتمنى أن نرى أن يصل النصر إلى منصات التتويج أيضا. زميلي خالد، أيضا كان هناك خبر آخر في الخليج عن إصابة لاعب الشارقة شاكوروف وأيضا ابتعاده عن الملاعب حتى نهاية الموسم. خسارة كبيرة لمتصدر دوري الخليج العربي، سيضطر للعب بثلاثة أجانب باقي منافسات أو مباريات هذا الموسم. نتمنى لهم التوفيق والقدرة على خلينا نقول تعويض غياب واحد من اللاعبين المؤثرين في فريق الشارقة. بالتأكيد خالد لاعب مؤثر، ولكن نتمنى له العودة أقوى إلى الملاعب بإذن الله. ساعة من الإمارات وصلت إلى نهايتها، لنا لقاء آخر يتجدد معكم دائما على الشارقة الرياضية. إلى اللقاء.